أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ميكرو طنجاوي. السؤال ديالنا ديال الحلقة ديال اليوم هو إذا ما بقتش كورونا وتزال الحجر الصحي، شنو هي أول حاجة كتفكر تعدلها؟ خليكم معنا. أول حاجة ندبر شي بنت الناس، نتسر معاها ونتزوج ونعمل وليدات وندبر شي خديمة وشي حاجة مزيانة ونكونوا مزيانين، والله يرفع علينا هذا الوباء ونكونوا شي عيشة أحسن. راه هادشي راه خنقنا، راه عماين الإنسان ما خدمش، والله يوزع علينا هذا الوباء. كورونا راه صعيبة، شحال من واحد راه طيحات، والله يوزع علينا هذا الوباء ونعملوا شي مستقبل، ندبروا شي زوجة صالحة ونعملوا وليدات، والله يوزع علينا هذا الوباء. هادشي راه ماشي في الضرر ديالنا، ولكن هادشي الله عطانا، الله يحفظنا منه وشكرا. علاش خصاصي الزواج بالضبط؟ وإنسان يتزوج يعمل وليداتو. أنا واحد السيدة راه قناوي معروف طنجة وعندي واحد 30 عام، وصلنا نعملوا وليداتنا، راه الوحدانية قسلسنا، العفو لله. الله يرزقك شي زوجة صالحة. أول حاجة كنفكر فيها هي نرجعوا للحياة ديالنا الطبيعية، حتى حنا ما بقيناش فحال اللي كنا، ما بقات لا خدمة لا حتى شي حاجة. حنا مطلقات، عندنا أولاد، كنا خدامين، دابا غير جالسين في الدار، ما كنخدموا ما حتى شي حاجه. كنتمنى والله يوزع علينا هذا الوباء هذا ويعملوا معنا شي حل، النساء المطلقات يعملوا حتى هما شي حل، شي خدمه، شي شهريه، شي حاجه، لان راه مضيعين بزاف والله. لا مضيعين، مضيعين حتى ولادنا معنا، فهمتيني؟ وكنطلبوا ربي خير وكنطلبوا. اول حاجه، اول حاجه قول لي خصك تعدل ان شاء الله. اول حاجه اللي خصني نعمل مول كورونا، انا قلت لك خصني نخدم على راسي، ما خصنيش نبقى هكذا، خصني نتبدل لي الحياه ديالي. حنا كنفكروا بزاف الحاجات مور كورونا، حيت كورونا راه زيرتنا بزاف، من ناحيه اكثريه ديال بحال مثلا اللي كنخدم انا موسيقى، بزاف ديال اللعبات راه ما يعني ما جابرينش الراحه ديالنا فيها في كورونا وصافي، فهمتي؟ يمكن بحال مثلا دابا التصوير في الليل ممنوع بزاف د اللعيبات، وان شاء الله مور كورونا تخرج شي حاجه ماشي عاديه. غتكون الخدمه ضروري، الخدمه هي كل شيء. والله يسهل عليك اخي. امين الله يرحم والديك. الله يسهل عليك تسينا. يوفقك. الله يرحم والديك. اول حاجه باش يحيدوا حجر الصحي غنضرب باش مسافره، بعدا نسافروا نفوج بدا نبدل الجو، حيت حجر الصحي زيرنا بزاف صراحه، من الخدمه للدار ما كنمشيش حتى شي بلاصه، فهمتي؟ ثاني حاجه نفكر نضرب شي تجويجه ونستقر عاوتاني، ويكون حجر الصحي يحيدوه، يكون شي حاجه مزيونه عاوتاني. كتجي واعره، كتمشي كتسافر، كتجي كضرب شي تجويجه كترى تكون مزيونه بزاف صراحه. والله والله يرزقك شي تصافيره، والله يرزقك شي زوجه صالحه. امين. شكرا. مرحبا. الله يرحم والديك. شكرا. نعدلوا هي ندبروا شي خدمه ونخدم على وليداتي، عندي ثلاثه د العواول، عندي الراجل في السجن. يعني سينا خصك تخدم ان شاء الله مور كورونا وتزال هادشي. خصني نخدم على وليداتي. الله يسهل عليك. امين. شكرا. اول حاجه هي خصني نجمع راسي ونخدم على راسي ونعدل المستقبل ديالي، هادشي اللي غنقول لك. علاش دابا ما تقدرش تجمع راسك؟ لا دابا كورونا، وخا كنقلبوا على الخدمه ما كنلقاوهاش، عينا جالسين وجلس لعنا في راسنا، وما كرهناش يحيد هذا الوباء ونجمعوا راسنا ان شاء الله. ان شاء الله الخاوه ديالي، الله يسهل عليك، الله يعطيك ما في النيه ديالك. امين الله يرحم والديك. اول حاجه خويا، حنا كنفكروا فعلا في الزواج، ولكن حنايا اكثريه كنفكروا الغربه، فهمت؟ هادشي الاهميه ديالي كامله في هاد الحياه هادي، ولكن حنا ما كرهناش نعطيو شي نتيجه في هاد الحياه باش نتزوجوا ونعملوا مستقبل هنا في المغرب، ولكن الغالب الله كندوروا على الخدمه ما كنلقاوهاش، كندوروا شي حاجه ما كنلقاوهاش، ما عندنا ما نعملوا في هاد المغرب هذا. اكثر اول بزاف د الحوايج كنفكروا عليها في الغربه، فهمت؟ يعني الحلم ديالنا الواحد هي الغربه. ان شاء الله اذا يعني ما بقاش كورونا، اول حاجه غتعدل هي تهاجر. نهاجروا ان شاء الله، وما كرهناش في هاد اللحظه هادي، كنحاولوا نقلبوا فين نهاجروا السنه، فهمت؟ ولكن ان شاء الله لك فاتت كورونا وهز ربي علينا هاد الوباء هذا ودبرنا شي خدمه مزيونه وكذا، نقدروا نتزوجوا، فهمتي؟ ولكن ما عارفينش المستقبل ديالنا في كاينه. اول حاجه غادي نفكر فيها هي نخوي هذه البلاد بصفه نهائيه، هنا لا خدمه لا مستقبل غالب الله. واش عملتي شي محاولات؟ عينا نعملوا اخويا، عينا نريسكي وغالب الله. يعني اول حاجه غتعدل هي تهاجر. حاجه هي الغربه، الغربه تنادي. والوالدين هيدا ما عتخاش بالوالدين. خصني نصوفي والديا، نمشي للغربه باش نصوفي والديا. هذا هو الحلم ديالي اللي كنفكر فيه انا. مشي نخدم على راسي ونصوفي والديا. الخدمه موجوده تما. يحرصوا عليك بدون مقابل هنا. دابا ان شاء الله اذا فتحوا الحدود وما بقاتش كورونا غتهاجر. كرهت شي من دابا نمشي انا، ما كرهتش، عيش الريسكي، ولكن الغالب الله. والله يسهل عليك ما صعب. اللهم امين اخويا وشكرا بزاف. وحتى انا هنايا كنكون وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا ديال اليوم.
كان معكم أيو جباري، تلقوا فيديو جديد وحلقة جديدة. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.